سيقول لك الحكومات لها دوراتها، الشعوب لها خيارات، وفي القنوات التلفزيونية أصحاب القنوات لهم دوراتهم والمذيعين لهم خيارات، وبالتالي هو له دورات، ممكن تبقى دورات الإعلام، ممكن دورات التوجه، شايف إن الدولة مش هتستحمل ده في التوقيت ده وهو اللي هيشيله ضرورة، أنا أعذر. طب دورات إشهارية كمان ولا؟ لا، دورة لأصحاب القنوات، دورة يعني محددات، يعني أشياء مهمة بيشوفها، أنا ممكن ليا خياراتي الخاصة، ممكن ما أشوفهاش، يعني ممكن أطيح بأعمال في مصر لمجرد أقول كلمة، هو من حقه ياخد القرار المناسب مع تحفظنا إن ما حدث على الهواء معي هو جريمة، كل المقاييس لا تختبر لا لطارق نور ولا للقناة، لكن أيضا لا ننسى أن طارق نور هو الذي تحمل أيضا، وقناة القاهرة والناس تقديمنا إلى الناس، هو الذي تحمل جرأتنا الشديدة اللي محدش قدر يتحملها في قناة أخرى، هو الذي تحمل شتائم ومقالات وقضايا في المحاكم لفترة طويلة جدا، صمد إلى حدود معينة، ما نقدرش نحمل الناس طاقتنا نحن. أنا أقدر أشيل 100 كيلو وأقدر أشيل 80، لما نيجي عند 90 خلاص بنفترض، هو بيروح حتة وأنا بروح حتة، أنا بحمل ال 100 كيلو، جهاز ضهري يتكسر ما يتكسرش، هو ليه يكسر ضهره معايا؟ طبعًا كان ممكن تتعمل بشكل أفضل من كده، كان ممكن يكمل السبع دقايق دي وبعد كده ينهي العقد بأي دعوة، بدعوة إن أنا تجاوزت حدود العقد ديره، هو اختار أن يرسل رسالة معينة في توقيت معين لحد معين هو حر، لكن في النهايه لا ننسى له ولا للقاهره والناس التي ستظل من وجهه نظر عشق الاول مهما عملت من قنوات، ان هذا الرجل في توقيت حاسم وفي وقت قاتل قدم معي الى الناس ماده كانت مسار جدل كبير في الشارع المصري وصل الى ساحه القتل.